السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع قواعد الموسيقى العالمية واللي بسجلها حصريا لقناة المايسترو محمد الفكاني ومحدثكم محمد الفكاني. أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم تاني وتالت ورابع وهنقعد شوية كتير مع المسافات. احنا اتكلمنا قبل كده كتير عن المسافات ولسه بقول لكم هنقعد تاني كتير مع المسافات. المسافات درس مهم زي ما قلت لكم قبل كده بنحتاجه كتير جدا في حياتنا العمليه والنظريه وفي جميع المواد الموسيقيه. فالنهارده هنتكلم عن المسافات الهرمونيه. وطالما احنا شرحنا قبل كده المسافات اللحنيه مش هتفرق كتير، احنا هنقول القانون بتاعها بس ويمكن دي قابلنا شويه حاجات في اسلوب التدوين وكده. المفروض عندنا المسافات الهرمونيه هنشوفها كتابيا ازاي، وهنعمل برضو زي ما عملنا في اللحنيه سمعناها هنعملها برضو على البيانو نسمعها عملي ان شاء الله. وعندنا لسه مقلوب المسافه، المسافات ومقلوبها الرمات المتعدده كمان عندنا في المسافات هتشوفها. وعندنا كمان في المسافات التصريف، فاكرين لما قلت لكم التصريف تصريف الزوائد والنواقص، كل زائد او ناقص كل مسافه زائده او ناقصه لابد انها تاتي بتصريف عشان اميزها. فدي من الحاجات اللي باقي هنشتغل فيها النهارده، بس هنتكلم عن المسافات الهرمونيه. ولما نقول مسافات هرمونيه ده معناها ان احنا هنعزف النغمتين مع بعض في آن واحد مره واحده، يعني هسمع النغمتين ضربه واحده. طيب هنمشي بنفس التسلسل اللي كنا ماشيينه المره اللي فاتت ونشوف. لما اجي اكتب مسافه عشان اعرفك ان هي مسافه هرمونيه مش لحنيه وتكون هي يونسون، يعني زي ما تقول مثلا عندي الروند كده اهو، معلش احنا هنشتغل على الروند بالذات الروند فيها مشاكل في الكتابه هقولها هي دلوقتي. عندي روند وعايز اكتب روند تاني يونسون معاها، اكتبها ازاي؟ اي نعم دي مش مسافات، دي اسلوب تدوين، بس نشوف. بتبقى الروند الثانيه معاها لازقه فيها، لازم الخطين يتماسوا مع بعض كده اهو، دي معناها ان الاثنين مع بعض يونسون. ده بس في الروند، لكن تعالوا مثلا نشوف نفس الرسمه دي نفس اليونسون ده في البلانش. فاكرين لما قلنا قبل كده فيجي مثلا رجلي لفوق ورجلي لتحت اللي هي العصايه دي، عصايه فوق عصايه تحت، وكذلك بقى مع اي شكل من الاشكال اللي قبل كده نوار كروش دبل كروش تريبل كروش تريبل، كل ده هيبقى عصايه فوق عصايه تحت، بس الروند اللي بتتعمل كده. فانا النهارده هتقول لي يعني انت دلوقتي هتبقى بتدوس لي مثلا نغمه مين مي او نغمه دو دو مع بعض كده ازاي؟ يعني هما صوتين. اه ما انت على الجامعه هتسمعهم نغمه واحده عشان هما على وتر واحد وعلى سكيل واحد وعلى مفتاح واحد. لكن لو احنا التين بنعزف وجينا عند مثلا الميدل سي اللي هي الوسطى، فهنتقابل مع بعض عند النغمه دي بنفس التردد نفس الهرتز بالظبط، بس هي اله مختلفه وانا اله مختلفه، هنا بقى يبقى يوسف لو خطين يعني التين. طيب الاولى وقلنا عليها بنسموها اولى ت اللي هي اولى تامه، واللي قلنا عليها بتساوي قد ايه؟ صفر تون، فاكرين؟ طيب نخلص الاولى، نخلص الاولى. وناس كانت انا هبعدها تاني واكررها تاني عشان ااكد عليها، كانت ناس اختلفت معايا في ان التوام ما لهمش يعني، او الاولى التامه تحديدا والتامه التامه ما لهمش لا اوجمنتد ولا ديمينيشن، ما فيش لا زائد ولا ناقص. لا احنا الناس اللي طلبت التاكد بعت لهم المقالات، بعت لهم المراجع 28 مرجع بدءا من 1722 على يد رامو. المهم الناحيه التاريخيه مش مهم، بس احنا عايزين نقول ان احنا عندنا اولى زائده بتساوي نص تون. ازاي بقى؟ نشوفها. لما اجي اقول النهارده مي مثلا اهي، وانا قصدي اكتب الروند عشان اسلوب التدوين، هقول مي واقوم قايل جنبيها مي دييز. طب ادونها ازاي لو انا عايز اعزف الاثنين مع بعض؟ لو انا حطيت، هنشوف الغلطه في التدوين بس اقول لكم دي مش قصتي النهارده، بس انا بشرح تدوين في الحته دي. لو واحد عمل لي مي بيكر وبعدين عمل لي هنا مي دييز اقول له غلطان، ده انا كده هعزف مي بيكر ثم اعزف مي دييز. طب دي حلها ايه؟ حلها اللي هقوله دلوقتي او نشرحها بعديها. ازاي يتكتب ده؟ ازاي يتكتب؟ اهو تعالوا مثلا ناخدها على السول او على السي، بكتب النغمتين متمستين اهم كده جنب بعض
طيب وعلامات التحويل احطها ازاي؟ عايز اقول له ان انا هعزف بي بي كار مع مي دييز او سول بي كار مع سول دييز او سي بي كار مع سي دييز او دو دي كار مع دو دييز. المهم ان انا متين بعملهم ازاي؟ في طريقتين للكتابه والاثنين زي بعض مش فارق. اما اني افتح قوس واحط الدييز هي المتاخره والبي كار هي الاولى. يبقى انا بقول له هتضرب الاثنين دول مع بعض سي بي كار مع سي دييز بعض. هم هيبقوا رقمتين. هم رقمتين. هسمع رقمتين فرق بينهم نص دول بس في التدريب يكتبوا كده. طيب لو كانت بلانشات او احنا قلنا بقى ما عندناش مشكله هو عامل كده اهو. رجل فوق رجل تحت، لكن التدوين نفسه كده. طيب ممكن احط التدوين للبيكار والدييز دي في قوس وممكن ما يحطوش. في مدرسه بتكتبها بدون قوس وفي مدرسه بتكتبها بدون. يعني ممكن اقوم قايل دييز بيكار بس كده. يعني ايه؟ يعني دول يلسون جايين قالتين. يعني انا لو دي مثلا فلوت ودوب فواحد منهم هيقول لي السي دييز اللي انا بدون بيكار بس واحد هيقول لي السي بيكار. يتقابلوا هنا كده. فهنا المقصود بيها كده ما بحطهاش كده اهو. طيب في مدرسه ثانيه في التدوين في البرانشات؟ في مدرسه ثانيه في التدوين في البرانشات والنوارات. ازاي يا عم؟ بتتكتب كده، يتكتب برانش متمس في برانش وده نازل وده طالع. ليه؟ علشان نفس الخط ويتحط برده بين قوسين او كده. يبقى انا عندي مع ان ده مش درس النهارده، مش تدوين، ده مش درس، بس انا بقول اهو عشان لو قابلك. الأولى لو زايدة بما إنها أولى يعني نفس النغمة هتتحط كده أهو أو تتحط كده أهو ويتحط العلامات التحويل بينهم. طيب دي بالنسبة للأولى الزايدة اللي هي بتساوي نص تون زايد لفوق أعلى يعني زي دي كار زي كده. طيب الثانية الأولى الناقصة اللي هي بتساوي برضو نص تون بس لتحت اللي هي زي إيه؟ لما نيجي مثلا نقول سول سول بي مول او برضه فاتح قوس وحاطط لازم احط كلمه بيكار ليه؟ عشان اللي جاي يعرف ان دول نغمتين على نفس الدرجه بس هم نغمتين مختلفتين. فاقوم قايل له ان انا هعزف السول دي بيكار معاها سول بي مول اللي هي فاضيز يعني بس واي نغمه بقى من النغمات المتعدده مفيش مشكله او اي مسمى. ادي عندنا طريقة كتابة وهي دي بس دي أكتر حاجة هتبقى فيها مشكلة اليونسون اللي هو نغمتين في نفس المكان. دي المسافات الهرمونية وإن شاء الله هسجلهم سمعيا مع بعض زي ما سجلناهم لحنيا ويبقى كده انتهينا من المسافات اللحنية والهرمونية. بعد كده عندنا حاجة اسمها مقلوب المسافة ويعني في لسه في كده قعدتين تانيين إن شاء الله في المسافات تخلصهم. أرجو لو كان الشرح عجبكم والفيديو عجبكم ما تنسوش اشتراك في القناة. ما تنسوش تضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا محمد الفكاهي.